يقل شيئا. وخرج سيرجيو راموس بالكرة وانطلق مع دي ماريا. دي ماريا كرة ممتازة موش متسلل هايلة ممتازة لبنزيما. كريم بنزيما يفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه الرابع هذا الموسم. يا لها من تمريرة، دعوني أقول يا لها من تمريرة قبل أن أقول يا له من هدف، لأن فعلا التمريرة كانت من أروع ما يكون بالمليمتر تقريبا. شوف الإعادة مرة أخرى، سيرجيو راموس للفنان البرازيلي أنخيل دي ماريا حطها له في صدره وكريم بنزيما الحق الكرة وارفعها ببراعة فوق رأس تيغو لوبيز. هاي التمريرة وهو الاستقبال والمراقبة والبراعة في رفع الكرة فوق الحارس. العودة المدافع موساجو لم تكن موفقة لأن كريم بنزيما كان رائعا، عودة غونزالو في الأرجنتيني لم تكن موفقة، وكريم بنزيما افتتح مجال التسجيل لصالح ريال مدريد. سيرجيو راموس انطلق خلف دي ماريا على الجهة اليمنى يزيد في السرعة ممتازة لكريم بنزيما في حاجة للمساعدة. كريم بنزيما على الجهة اليمنى مضطر للتوقف والعودة إلى الخلف. نعم أحسن ما فعل من أمام المدافع الأوسط ماتيو موساجو الأرجنتيني. بيبي مارسيلو من هناك الجهة اليسرى. يرجع ريكاردو كاكا. مرور لحد الآن 10 دقائق لعب، هدف لصفر سجل في الدقيقة السادسة بعيدة على دي ماريا وسط كريم بنزيما. دي ماريا دي ماريا وكاكا كاكا الهدف جول. ريكاردو كاكا يسجل الهدف الثاني للريال ويؤكد الدخول القوي ويسمع المهم فريق ريال مدريد، لانه اتصور بانه مورينيو طلب منهم ان يفعلوا المستحيل من اجل التسجيل في الربع ساعة الاول، تسجيل هدف او هدفين ولما لا ثلاثة. لذلك لم يحرك ساكنا مورينيو. ريكاردو كاكا يسجل الهدف الثاني لصالح فريق ريال مدريد. دخول قوي وبداية قوية بالنسبة للريال وبالنسبة لريكاردو كاكا وبالنسبة للثنائي الذي اقحمه اليوم مورينيو طبعا في مكان كل من مسعود أوزيل وكذلك إيغوين. كاكا يسجل في مباراة اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بعد ما اخدا مكانه كما قلت، يسجل هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم ريكاردو كاكا قابل هدف واحد. ثم كاكا خرج بالكرة هذه وانطلق من الوسط، هاي صعبة. كاكا ممتازة يوصلها لمارسيلو. كريم بنزيما ودي ماريا. كريم بنزيما هايلة لدي ماريا. با 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 بنزيما يمرر ببراعة لدي ماريا الهدف الثالث عند الدقيقة 30. الكل سجل إلا أنت يا رونالدو، رغم أن الجميع ينتظر الرقم 100 من أهداف رونالدو مع ريال مدريد. 3-0 بعد 30 دقيقة لعب. الآلة المدريدية تفعل ما تشاء. كم هو خطير ريال مدريد في الهجمات المعاكسة، سرعة ودقة وخفة وروعة وبراعة في التمرير وفي التسديد والتسجيل. أنخيل دي ماريا يسجل لريال مدريد الهدف الثالث في المباراة. يا لها من كرة ويا لها من انطلاقة ويا له من هدف في منتهى الروعة من دي ماريا، يسجل هدفه الأول هذا الموسم مع فريق ريال مدريد في 7 مباريات. وأي هدف ببراعة في وضعه رائع جدا. طبعا كان سجل في دوري أبطال أوروبا، اللقطة برت بين 4 أرجل، الانطلاقة كانت من كاكا وصلت لدي ماريا. 3-0 للريال أمام فياريال. يدرك مورينيو بأنه